حامل ولدي طفلتان صغار، لا أستطيع تربية طفل صغير لأني مريضة وأنا في الشهر الثالث. سبحان الله، هل يجوز إسقاط الحمل؟ لا يجوز، هذا الحمل رزق من الله، وأنا أميل إلى أن كل رزق من الله عز وجل ينبغي لك أو لك أن تقبلينه، لا يرد هذا الرزق إلا عند الحاجة أو الضرورة، وهنا لا حاجة ولا ضرورة، فإن العون من الله، فاطلبوا من الله تعالى العون، ومن يدري لعل الخير والفلاح كله يكون مع هذا الطفل الذي يأتي. نسأل الله تعالى أن يعينك على تربية الأولاد، وأن ييسر لك الحمل والولادة، وأن يكون الأولاد في غير حال بإذن الله.